ونستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي نقدمه لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية في ليالي هذا الشهر الفضيل بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ يوسف حلاوة لما يتيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في إذ قال له ربه
صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وفي إطار هذه الأمسية الرمضانية التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف، ندرك تماما الدور الرئيسي الذي تقوم به الوزارة من خلال علمائها في مختلف أنحاء الجمهورية لمحاربة ظاهرة من الظواهر التي قد ابتلي بها بعض شبابنا، ألا وهي الإلحاد. تحاول الوزارة دائما أن تقدم الصورة الصحيحة للدين من خلال صحيح العقيدة ومن خلال صحيح ما يقدمه الدين في الحياة وللآخرة أيضا، مع حديث عن مخاطر الإلحاد لفضيلة الدكتور محمد نصار من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الإلحاد ينقسم من حيث الزمان إلى قديم وحديث، إلحاد قديم وإلحاد حديث. الإلحاد القديم كان يعرف بمذهب الدهريين الذين قالوا إن الأمر أنف، وأنقروا وجود الخالق سبحانه وتعالى، وقالوا ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع. وقد حكى القرآن حالهم فقال على لسانهم بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. أما الإلحاد في صورته الحديثة فليس على شاكلة واحدة وليس على مرتبة واحدة، بل إنه يتعدى إلى أكثر من مرتبة. حصرها العلماء فيما يسمى بالربوبية والشكوكية واللا أدرية والإنكارية أو الإلحاد، وهو المستوى الأعلى للإلحاد. أما الربوبية فهم الذين يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى ثم يشككون في قدرته في تسيير هذا الكون، ويشككون ويقولون إنه لا يتدخل في تسيير هذا الكون. وأما الشكوكية فهم الذين وقفوا بين الإيمان بالله وبين الإنكار، فشككوا في كل شيء حتى أنهم شككوا في وجود الله تبارك وتعالى. وأما اللا أدرية فهم الذين إن سئلوا قالوا إنا لا ندري أكان الله موجودا أم غير موجود، فهم يقولون بمذهب اللا أدرية وهو مذهب معرفي قديم حديث. وأما الإنكار فهو الذي يمثل أعلى مستوى من الإلحاد، وهؤلاء أيضا انقسموا إلى عدة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول إن الدين في الأصل هو ظاهرة اجتماعية نشأ عن طريق المجتمع، ومن سمى نشأ ما يسمى بالمذهب الاجتماعي، ومن قال إن الروح هي التي أنشأت الدين نشأ ومن سمى سمي بالمذهب الروحي، ومن قال إن الذات هي التي أنشأته ومن سمى سمي بالمذهب الذاتي، ومن قال إن الطبيعة هي التي أنشأت هذا الكون وهي التي تتحكم فيه ولا وجود لخالق يدبر ويصرف هذا الكون ومن سمى سمي بالمذهب الطبيعي. والناس عندما يتعاملون مع الإلحاد يختلفون أيضا بحسب التوجه، فمنهم من يقول إن الإلحاد هو نزعة نفسية تتعلق بنفسية الإنسان، ومن سمى يسمى بالإلحاد العاطفي أو الشعوري، ومن قال إن الإلحاد في أصله هو إلحاد مادي ومن سمى يسمى بالمذهب المادي، وهناك المذهب العقلي والعلمي الذي يقوم على فلسفة عقلية علمية ضلت الطريق وبعدت عن الهداية. ومن سمى فإن الإلحاد له خطورته على الفرد وعلى المجتمع، فهو يصيب الإنسان بالاكتئاب وبالقلق وبأمور كثيرة، ويعمل على تفكك الأسرة، وكذلك يعمل على ضياع هيبة الأسرة، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تفشت في مجتمعاتنا المعاصرة كظاهرة الانتحار أو كظاهرة الشذوذ أو غير ذلك من هذه الأمور التي تفشت في المجتمع. ولهذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا الشهر الكريم
جاء لينظم العلاقة بين العبد وربه جل في علاه. قد كانت العلاقة بين الله سبحانه وتعالى تقوم على المحبة الخالصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الحب في الله. وأما عن علاقاتنا بأنفسنا فقد ركزها في العمل الدائب على ثقلها وتعليتها، فقال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما عن علاقاتنا بالآخرين فهو التسامح المطلق والتعاضد الوثيق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما عن علاقاتنا بالكون واستشراف الطبيعة فهي التطلع الشغوف والبحث وراء المجهول، قال سبحانه وتعالى: سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وأخيرا، إن الشريعة التي ننتمي إليها نراها في مجال التربية والتكوين تدعو إلى تكوين طلائع مؤمنة بالكتاب والسنة بما يحويه من أخلاق وتشريعات وقيم وأنظمة. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وختاما لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية، ندعوكم إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نرفع أكف الدعاء والضراعة للخالق عز وجل، نطلب منه مزيدا من الرحمة والمغفرة، ونبقى مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية والشيخ محمد منجود الشرقاوي. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. ومن قصد الكريم فلا يضام
عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام وليس سواك للمضطر عون وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به القرب العظام وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.